سيدنا العميد بعد العلمي المحترمة، سيد رئيس الشعبة، زملاء الأساتذة، إخواني طلبة أخواتي الطالبات، أحيي فيكم هذا الحضور لعشقي العربية. فنحن على الأقل نتقاسم هذا العشق هذا اللسان الذي ولدناه والذي عمره القرون والذي يسائلنا اليوم في إطار أوضاع مستجدة بشأنه. فقط في العنوان الذي ذكرته الزميلة رئيسة هذه الجلسة العلمية هو أنه عسهم هو ليس من أجل صناعة عربية للأبطال العربية وإنما من أجل صناعة عربية عابرة للأبطال العربية. فعبارة عابرة هنا هي مهمة جدا وستظهر من خلال المداخلات. عموما اللغات ليست فقط وسيلة للتواصل أو وسيلة للتعبير كما هو مروج لها، أو هي وسيلة لتبادل المعلومات، بل هي مؤسسات معقدة ومركبة سواء من حيث التشكيل الداخلي لأنصاقها أو من حيث البناء المنظومي لمكونات هذه الأنصاق، سواء مكون صوتي أو صوتي أو تركيبي أو معجمي أو دلالي، وأيضا من حيث التصنيفات والوظائف التي تمارس بها اجتماعيا. فاللغة ممكن أن تأخذ طابعا وطنيا أو طابعا رسميا، أو من حيث الغايات التي يمكن أن تستثمر وتستغل لتحقيقها، مثلا توظيفها في مجال التعليم أو الإعلام. فلسان أمة ما له جذور راسخة في ثقافتها وتاريخها وتراكمها المعرفي والعلمي، وفي ذات الآن له امتدادات في تحديد هوية المتكلمين وضمان ثوابتهم الوجودية وضمان استمرار كينونتهم. لهذا ففي هذا اللقاء اليوم أريد أن أسلط الضوء على جزئية تبدو لي أنها ملحة لكي نعيها ولكي نواجهها، وهذه الجزئية هي مسألة هذا الوجود للعربية مع هذا التشتت للأقطار العربية. كان ممكن أن أختار عنوانا لهذه المداخلة حول العربية والقطرية. لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأن علاقة اللغة بالأمة حظيت منذ زمن باهتمام بالغ لدن المفكرين والفلاسفة والعلماء. فمنذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة وهو يولي مكانة خاصة لهذا الكائن لهذه اللغة والإنسان الذي يمكنه من التواصل مع بني جنسه داخل عشيرته ومن استيعاب المحيط الذي يعيش فيه بمختلف مكوناته وتعقيداته. وقد شكل إشكال تحديد العلاقة وضبطها يعني علاقة اللغة بالأمة مادة خصبة للدراسات والتعمق الفكري ولمشاهد معرفية وفكرية، وصلت في بعض الأحيان إلى درجة العنصرية لكي تصبح أن اللغة تمثل عنصر بشري معين يفوق العنصر البشري الآخر. لكن بالنسبة للعربية الفصحى خصوصية مقارنة مع باقي اللغات الأخرى، وهنا أقول للعربية الفصحى ليست للعربية عامة، للعربية الفصحى خصوصية مقارنة مع باقي اللغات الأخرى تتجلى في ارتباطها بالقرآن. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من الأنس الموجودة فوق الأرض اللسان العربي لتنزيل قرآنه المجيد على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال في محكم كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا في سورة الشعراء. وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة يوسف. إذن هناك هذا الترابط ما بين ما هو لغوي وما هو أيضا عقائدي. إلا أن نشر تعاليم الدين الجديد وتعليم أحكامه تطلب أساسا تعليم المادة المعتمدة في تجسيده وتصويره، ونقصد بها اللسان العربي، بمعنى أن المستجد الذي حصل في هذه الفترة هو ظهور الدين الإسلامي. العربية كانت موجودة ولكن كانت عربية شتات كما سأذكر، ولكن بما أن هذا الدين هو دين توحيد وأيضا دين موحد لجميع البشرية، فدفع إلى التفكير في إطار توحيدي هذه اللغة في إطار منوعة خاصة. إذن قلت أن تعليم أحكام هذا الدين تطلبت الخروج من الوضعية التي كان يعيش هذا اللسان في هذه الحقبة التي كانت متسمة بالتعددية اللغوية الداخلية، إذ
كان يتشكل يعني اللسان العربي كان يتشكل من لغات عربية عدة، وكان هذا الوضع يعكس البناء المجتمعي العربي آنذاك، إذ كان يتسم أيضا بالتعدد القبلي، وكانت كل عربية تنعت باسم قبيلتها. كنا نتحدث عن لغة قريش أو عربية قريش، لغة تميم أو عربية تميم، لغة هوازن أو عربية هوازن إلى غير ذلك. إلا أن هذه العربيات في نفس الوقت كانت تتقاسم العديد من الخصائص وتتمايز في أخرى، ولكن بحكم المصالح المشتركة بين هذه القبائل والعصبية التي كانت تجمعها، كانت هذه القبائل للتواصل فيما بينها تنجز منتجاتها اللغوية باعتماد ما هو مشترك بينها، خاصة في المجال الرسمي. وما أقصد به المجال الرسمي هو مجال الخطابة والشعر، فالشعر الذي كان يكون مجال للتباري ما بين القبائل العربية لم يكن ينجز بلغة القبائل، وإنما كان ينجز بهذه العربية التي كانت مشتركة ما بين هذه القبائل. أما في الحياة اليومية العادية وعلى مستوى التواصل الداخلي للقبيلة، فإن كل قبيلة كانت تتواصل بعربيتها، ونجد آثار لهذه العربيات في كتب التراث، هي موجودة، وهناك قصائد شعرية باللغات المحلية بالعربيات المحلية التي لا نستطيع أن نفهمها. لماذا؟ لأنها لم تنقل إلى المعجم العربي، هي عربية ولكنها لم تنقل إلى المعجم العربي. فعلى سبيل المثال هنا يريد لنا ابن جني في كتابه الخصائص في باب عنوانه باختلاف اللغات وكلها حجة على لسان ثعلب التالي، يقول: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشت ربيعة وكسكسة هوازن، وتضجع قيس وعجرفية ضبة، وتلتلت بهار. إذا هذه كلها ظواهر لغوية كانت معروفة في بعض القبائل، ولكنها لم تدخل الفصحى، لم يؤخذ بها لبناء هذه الفصحى أو لصناعة هذه الفصحى. فهذه الظواهر اللغوية تمييزية كبرى بين العربيات التي كانت متداولة في ذلك العصر، ولكن لا نعلم باقي الظواهر التمييزية الأخرى على مختلف مستويات لسانية الصوتية، الصوتية والصوتية والتكية إلى غير ذلك. إن الذي يهمنا بالأساس هو أن العربية لم تكن لغة بصيغة المفرد، وهذا مهم جدا، وإنما كانت لغات بصيغة الجمع، بمعنى أنها لم تكن مدينة عربية واحدة وإنما عربيات. لتثبيت الإسلام وضمان نجاح عملية مشروعه وتمكين العباد من الأحكام والشعائر والفرائض، كان ضروريا العمل على الخروج من هذا الوضع اللغوي التعددي إلى وضع وحدوي تجميعي لهذه القبائل. فكان مشروع صناعة ووضع منوع عربية جديدة تدرجت في تسميتها إلى أن استقرت في اصطلاح العربية الفصيحة أو العربية الفصحى. إذن اليوم ما هو المستجد عندنا؟ هو أن عندنا العملية عكسية، بمعنى أننا كنا موحدين لكن الآن مع الضعف الذي عشناه في القرن التاسع عشر والقرن العشرين والتشتت الذي عرفته، انبثق ما بعد الحرب العالمية الثانية أن ظهرت الأقطار العربية، وكل قطر بدأت هناك خطابات تسعى إلى ترسيخ العربية القطرية له. وهنا أتحدث ليس على مستوى العاميات، لأن هذا أيضا موضوع آخر للأسف أن الوقت لا يسمح لنا بطرحه، وإنما أصبح الأمر متعلق بالفصحى أيضا. يجب أن نتحدث عن فصحى لمصر وفصحى للسعودية وفصحى للمغرب، والجانب الاصطلاحي الذي ذكره زميلي قبل أستاذ سيدي يظهر في هذا المجال. نحن نختلف في اصطلاحات مع إخواننا من تبع المشرق، ويقول هذه اصطلاحات تكون في المغرب، علما بأنها هي عربية واحدة. لذا فالدعوة اليوم هو أن نسعى إلى صناعة عربية موحدة وموحدة عابرة لهذه الأقطاب، معنى أن يكون هناك مشروع عربي موحد، وصناعة هذه العربية التي توحد هذه العربية الرسمية. أنا لا أقول توحيد العاميات لأن العاميات سوف تظل منتشرة، ولكن على مستوى العربية الفصحى تصبح لدينا عربية واحدة على مستوى العالم العربي. وشكرا.